قصة حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. اعتدال شاهين. اعتدال شاهين القوادة في مسلسل نحن لا نزرع الشوك وأم المرأة الحديدية، شخصيات كتير قدمتها الفنانة اعتدال شاهين، بس برغم كده ما حصلتش على فرصتها الكاملة، فرضت بالأمر الواقع وفضلت تقدم أدوار سنوية لحد ما قررت إنها تختفي عن عالم الأضواء. الفنانة اعتدال عندها أخت فنانة وهي اللي شجعتها على دخول عالم الفن، فتابعونا عشان تتعرفوا على عائلة الفنانة اعتدال ومسيرتها الفنية. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. 3 مارس من عام 1930 ده تاريخ ميلاد الفنانة اعتدال شاهين بمدينة القاهرة، وهي أخت الفنانة الراحلة فتحية شاهين. دي كمان هي اللي فتحت الباب لشقيقتها عشان تدخل عالم الفن معاها، فالفنانة اعتدال هي اللي سبقت أختها لعالم الأضواء والشهرة. بصراحة مش معروف إزاي الفنانة اعتدال دخلت الفن أو طريقة دخولها الفن، هي اللي حبت التمثيل أو حد أقنعها بده، بس اللي معروف إن من أول سنة 1945 لحد 1997 ده كان مشوارها الفني اللي كان مليان بأعمال فنية ممتعة. بنظرة عامة على مشوارها الفني نلاقي إنها ما حصلتش على أي دور بطولة، حتى إنها ما كانتش ظاهرة بصورة كبيرة زي أختها الفنانة فتحية شاهين. كان ليها أدوار مميزة في أعمال هنستعرضها ليكم بس بعد شوية. دور الأم ودور الممرضة وكمان الخادمة هي أبرز الأدوار اللي قدمتها الفنانة اعتدال، ويعتبر فيلم عدو المجتمع مع الفنان عباس فارس والفنان عائلة راتب هو أول ظهور فني ليها، وقدمت فيه دور خادمة البطلة عشان تبدأ بعد كده مشوارها في السينما والتلفزيون، بس تعتبر مشاركتها في الأفلام هي الأبرز. عصرت الفنانة اعتدال شاهين أجيال كتير في عالم الفن زي حسين فهمي وميرفت أمين وشريهان واسماعيل ياسين ونبيل عبيد ومحمد فوزي، وفي كل جيل من الأجيال الفنية المتعاقبة اشتركت مع نجومه. شاركت اعتدال في العديد من الأفلام زي فاطمة وماريكا وراشيل، وأربعة في مهمة رسمية، وأرجوك اعطني هذا الدواء، وأنف وثلاث عيون. وفي التلفزيون شاركت اعتدال شاهين في العديد من المسلسلات زي زينب والعرش وعم حمزة وسنبل بعد المليون ومطلوب عروسة والزوجة أول من يعلم، وكان آخر أعمالها مسلسل الماضي يعود الآن سنة 1997. وبعد كده غابت الفنانة اعتدال شاهين عن الأضواء، والحقيقة الأخبار كانت متضاربة جدا في الموضوع ده، ففي أخبار بتقول إنها اعتزلت الفن وفي أخبار بتقول إن الأضواء غابت عنها وإن المنتجين ما بقوش يطلبوها في أعمال فنية. كمان الأخبار عن وفاتها أو إذا كانت لسه بتتمتع بصحتها متضاربة ومفيش خبر صحيح سواء إذا كانت اتوفت ولا على قيد الحياة، وده حال فنانين الصف التاني، الأخبار والأضواء مش بتتسلط عليهم. بس في قناة قصة حياة المشاهير الحال مختلف تماما، مش كده ولا إيه؟ كان معاكم رشا رجب.